الصيام فريضة من صام. شهر الصيام فريضة من صام رمضان جوزية في الجنان مقاما. شهر الصيام فريضة من صام رمضان جوزية في الجنان مقاما. شهر الصيام فريضة من صام. بونجور يا سالي. بونجور ليا. صباح الخير لكل المشاهدين الإخبارية السورية وين ما كنتوا عم تتابعونا بيوم جديد وبحلقة جديدة. مثل كل يوم عم نطل عليكم أكيد من مطعم قصر اللؤلؤ بأوتستراد المزة، طيلة أيام شهر رمضان المبارك. وأكيد بدنا نوجه تحية للمصممة عليا الغبرة على العبايات يلي عم تلبسنا إياهن. عن جديد صباح الخير مع فقراتنا الكتيرة والمنوعة. سعد صباحك. صباح عن جديد. سعد صباحكم مشاهدي الإخبارية السورية وإما كنتوا عم بتتابعونا. إن شاء الله هنهار يحمل كل الحب كل الأمل وكل الطاقة الإيجابية. الابتسامة مفتاح سحري، خلوه رفيقكم ورفيقتكم خلوها للابتسامة. إن شاء الله يا رب هيك يعم السلام كل البيوت ويعم سوريا. تحيتنا لأبطالنا ما منساها أكيد، لأبطال الجيش العربي السوري. كل الحب لكم. فاصل صغير ومنبدأ. كيف الشوبات؟ في شوب كتير. أول شيء بيكون في هواء، بعدين الإبداع ببلش. بعدين هيك بيكون شوب كتير وغتة. غتة كتير. تعالي خلينا هيك نروح مع بعض جولة على شوية أخبار منوعة حول العالم. خلينا نروح نتابعها سوا ومنرجع. بداية أخبارنا المنوعة على اليوم من امرأة يمكن كلمة المستحيل مانا موجودة بقاموسة، وحتى اليأس أو الإعاقة ما كانوا عائق قدام أي نشاط ممكن تقوم فيه بحياتها اليومية. فبعد ما تخرجت المكسيكية أدريانا ماسياس من كلية الحقوق أدركت أنها لن تحصل على وظيفة لأنها بلا إيدين، لذلك بدأت العمل ككاتبة ومؤلفة مسرحية ومحاضرة تحفيزية، وهي الآن مصممة أزياء أطلقت أخيراً خط ملابس جديد. وخبرنا التالي منه بعيد أبداً عن فكرة أنه الإعاقة بحياتها ما كانت حاجز عن الإبداع، بالعكس بكثير من الأوقات هي دافع للإبداع. فقد تمكن الطفل الهندي تاكسيفيل بيبلغ من العمر 4 سنوات من حل مكعب روبيك وهو معصوب العينين بزمن قياسي قدره 28.73 ثانية فقط. يعتبر هذا الطفل أصغر مشارك بقائمة ليمكا للأرقام القياسية المحلية، وهي قائمة محلية للمشاركين بحل مكعب روبيك لمعصومي الأعين.
حنضل بعالم الإبداع إدوارد كوبرا، فنان شارع برازيلي من ضواحي ساو باولو لم تتح له الفرصة للدراسة ووجد نفسه في رسم الجداريات، وقام برسم التاريخ على الجدران بأنحاء العالم، وبركز عمله على رسم الشخصيات التاريخية والأماكن. بعد تقريرنا المنوع لليوم راح نروح لهل تعلم. معلومات كتيرة من حد نتعرف عليها خلال الشهر الفضيل، أهمها الفوائد الصحية لشهر رمضان. فهل تعلم أن الصيام يعزز إزالة السموم من الجسم؟ وهل تعلم أن القلب يحصل بفترة الصيام على راحته أعلى من الأيام العادية؟ وهل تعلم أيضاً أن الصيام يحفز خسارة الوزن بسرعة ويعمل على منع تخزين الدهون بالجسم؟ وأخيراً، هل تعلم أن الصيام يساعد على التغلب على مشكلات الإدمان على النيكوتين والكافيين؟ ليا محطتنا التالية رح نسلط فيها الضوء على مهارات التواصل والطرق المثالية لحتى نوصل كلماتنا وحتى مشاعرنا. رح نتعرف كيف منقدر ننقل مشاعرنا للآخرين بطريقة صحيحة، كيف الكلمة اللي بتطلع ممكن يفهمها الآخر بطريقة ما ونكون احنا قاصدينها بطريقة تانية، ممكن تقلب نهارنا هيدي الكلمة سواء سلبي أو إيجابي. إن شاء الله الإيجابي دائما. ورح نحكي تأثير شهر رمضان على الكلام اللي بيطلع مننا، قديش بيكون هذا الشهر لازم إنه نحنا نهذب في ألفاظنا، لازم أحيانا نضبط مشاعرنا إذا كان كنا شوي معصبين. معلومات رح تخبرنا ياها مريم العيسى، خبيرة تدريب واختصاصية بالوعي الأنثوي. يسعد صباحك يا مريم. صباح خيرات، أهلا وسهلا حبيبي. بونجور كوتش، رمضان كريم. رمضان كريم حبيبتي، حبيبتي. صباح خيرات. بالبداية يعني مثل ما قالت سالي، كتير من الناس هلأ بشهر الخير وشهر الصيام بيكونوا معصبين، بيقولوا لا بدنا الكلمة الحلوة تطلع ولا بدنا الكلمة البشعة تطلع. فدي حلو انه نحنا نعمل كنترول على حالنا، وكيف فينا نعمل كنترول على حالنا لحتى يكون يمكن يومنا حلو، نحن مناح والحوالينا مناح. طبعا هلا بالمره الماضيه بالفقره الماضيه كنا عم نحكي عن موضوع بشكل عام طاقه رمضان بشكل عام، انه هي طاقه فيها حب فيها. اول شيء بدنا نستمد هذا الموضوع انه نحن اليوم لحتى انا اقدر اضبط مشاعري بدي يكون انا بدي، يعني انا لما بشوف حالي بلشت اذي، لانه انا لما بيكون تبريري حكينا بانه احنا لما بيكون تبريرنا انه احنا صايمين فمسموح لنا انه احنا والله نتجاوز الحد، او دائما الاشخاص بتلاقي حواليه يلا اتركه صايم يلا. طب شو الرساله اللي انا عم وصلها للاخرين؟ انه هو تبرير الصيام، انه انا مسموح لي اني انا اكون خارج عن سيطره مثلا نفسي على مشاعري او على افكاري. او بدايه خلينا نبلش باول شيء حكيته موضوع المشاعر، انه احنا كيف بدنا ننقلها للناس. قبل حتى ما نبلش من موضوع المشاعر، أنا بدي أقوله اليوم إنه الإنسان اليوم ببحثه بكل الحياة على شو عم بيدور؟ على شو بيكون عم بيدور تحديداً؟ على شعور، على شعور راحة. هو بيدور، خليني أقول لك، بيدور على مسكن أحياناً. بدي أقوله شو هدفك بكل أهدافه، النتيجة منها وآخرة هو شعور. لأنه أنا لما بدور خليني أقول على مسكن، فأنا بدي أروح. ليش بدك مسكن؟ بدي مسكن لأنه أنا بدي أستقر. ليش بدك تستقر؟ بدي أرتاح، فهو شعور. أو بدي أنا يكون عندي مكان أو شغل أو مال أو حرية مالية. ليش؟ لحتى أكون أنا مطمن، فهو شعور. لحتى أكون أنا سعيد، فهو شعور. يعني نحن بنتزوج ونجيب أولاد وبنفوت على الجامعات وبننجح، بندور بالنتيجة على شو؟ على شعور. نحن
بحاجته. فأنا لحتى هذا الشعور أولاً لازم أفهم آلية هذا الشعور وليش عم نذكر هذا الموضوع اليوم، لأنه نحن أي شيء منركز عليه كتير بطريقة كتير قوية نحصل عليه بشكل بغالب حياتنا تمام. وبالذات إذا عطيناه وقت كتير. طيب أنا لحتى أفهم الشعور أكتر لازم روح لجذر الشعور، يعني أنا الشعور منين بيجيني؟ بيجيني الشعور من الأفكار. يعني أنا قبل ما يجيني شعور معين فأنا بكون عم فكر. اللي بدنا نعرفه هون مبدئيا أنه نحن عنا مجموعة مشاعر معينة ومجموعة أفكار، بس أفكار خليني أقول لك فكرة اثنين ثلاثة أحيانا بتوصل للألفية بتعطيك شعور واحد. يعني أنا شو الأشياء اللي بتزعلني؟ كتير كتير أفكار بالحياة بتعطيني شعور واحد اللي هو الزعل، كتير أفكار بالحياة بتعطيني شعور واحد اللي هو الفرح، كتير أفكار. وبالتالي أنا بدي روح بلش دور على جذر الشعور الأساسي لحتى أعرف أنا كيف بدي أظهره. فأنا بروح على أفكاري. يعني أنا هون مبدئيا لازم أحكي عن موضوع الأفكار وأنا كيف ممكن أنا خليني أقول، لأنه هي مولدات الشعور الأساسية. فأنا هون يعني شغلي وين بده يكون؟ شغلي بده يكون بالأفكار. اشتغلت على أفكاري صح وعرفت أنا، خليني أقول لك دائما بقولها هي لرفقاتي، نقوا أفكاركم مثل ما بتنقوا ثيابكم. يعني أنا كيف بدي نقي؟ ليش؟ لأنه أنا الشيء اللي أنت بتفكري فيه بعقلك بشكل مستمر هو عقلك الباطن، بوابته هو العقل الواعي، يعني اللي عم نحكي فيه هلأ نحن أنا وياكي. لحتى أنا هذا العقل الباطن يتخزن فيه، كيف بيتخزن؟ هو ما بيميز أنت عم تشوفي حقيقة ولا عم تشوفي خيال، باطل ولا حلال ولا حرام، صح ولا غلط، هو ما بيميز. هو عم بيشوف تكرار، تكرار لفكرة معينة، تكرار لصورة معينة، وبالتالي هو رح يشتغل على شو؟ على أنه يأمن لك هذا التكرار بشكل دائم يكون موجود عندك بتركيزك بكل بكل شيء حواليك. فأنت شو إذا أنا، طب أنا على شو مركز اليوم؟ صحيح. شو الأشياء اللي عم ركز عليها؟ عم ركز على الأشياء سلبية أو عم عبر عنها بطريقة سلبية أو عم فكر عنها بطريقة سلبية؟ فبالتالي أنت 80% من يومك وين عم بيروح؟ فأنا شو دوري اليوم؟ بالتفكير، دوري راقب. خليني لك قبل التنفيذ لا، دوري أنا اليوم بدي راقب بس نوعية أفكاري. يعني أنا كيف بفكر؟ في أشخاص تقول أنت كيف تفكيرك؟ يعني ما رح يعرف، أنت بيعرف لما بيراقب. طب أنا راقبت، كيف بدي راقب؟ بدي راقب أنا نهاري كيف بفكر، كيف أنا طريقتها. اللي أنا رحت اجتمعت بمجموعة رفقات، قعدت هن 6 رفقات 7 رفقات 8 رفقات، كل واحدة منهم بهاي الجامعة إلى شعور معين صحيح. مختلف عن الثاني، إلى غاية معينة، إلى فكرة سبقت شعورها بطريقة معينة. طب أنا هون بدي خليني أقول لك صنف أفكاري لحتى أعرف. أول شيء أنا شخص، نحن كيف نقول عن شخص هذا دائما متفائل او هذا دائما سلبي او هذا بيعطيني شعور ما انه حلو او هذا بيعطيني شعور حلو؟ لانه نحن بنشوفه كتير، اغلب الوقت اللي بنشوفه هو بيكون بمسار معين، خليني اقول بسياق معين، بيفكر وبيحكي وبيوصل لنا شعور بطريقه معينه، فنحن بنبني حكمنا عليه انه هذا الشخص سلبي او هذا الشخص ايجابي. وبالتالي انا لحتى اعرف شعوري، لحتى اعرف عفوا نوعيه افكاري وبالتالي شعوري، لازم اعرف انا كيف بفكر. يعني اكون مراقب لافكاري. يمكن قلتي كلمة كتير مهمة إنه نحن عم ندور على الشعور، ولكن في حال فقد الشعور وأصبحنا يعني حتى الكره، أنا بقوله شعور مو بس الحب، شعور الكره هو شعور 100%. هو إعطاء قيمة للشخص اللي أنت عم تكرهيه. فإذا أنا عدم الشعور قديش مثلا بيفقد الإنسان شيء من ذاته، قديش ما عاد يكون له هدف، وحتى الشخص يلي مقابله ما بقى يهمه مثلا. هيدا النقطة ما بعرف كيف بدك توصلي لنا اياها، كثير عم نعيشها ببعض الأحيان، فينا نعترف فيها. يعني أنا بتقلي مثلا ما فارق معنا، ما عندي شعور، بتقلي مثلا ليا أو أي حدا كرهان الشخص، أنا بقلبي بقول لا أنا ماني كرهانته لأنه بعطيه قيمة. أنا بقلك لا لا، يعني بينعطى قيمة. مثال، ما عم قلك أنت بالذات بس مثال، فلا بعطيك رهي بلا ما تشعري فيه بنوم. خلينا نحكي فيه. شوفي هذا اللي انت حكيتيه مبني على شو؟ مبني على مجموعة أفكار عندك إنه أنا إذا بدي أفكر فيه بدي أعطيه قيمة. هاي شو الفكرة؟ هاي فكرة تمام؟ نبنى عليها شعور بإنه أنا لازم شو؟ ما أعطي أهمية. خلاص هي فكرة بنت عندك، انبنت عندك فكرة وما بتنبنى من أول مرة، يعني مرة 2 3 لحتى أنا أوصل لنقطة شو؟ إنه أنا وصلت. بس عدم الشعور ليكي حسب أنت قديش بتعطي أهمية. صح. نحن لنوصل اليوم لنقطة الحياد بالشعور ما أنا سهلة. لا يعني القصة أبدا ما أنا سهلة، ولا تفكري إنه هي الفكرة معناها إنه أنا صح أو غلط. لا، الحيادية بالشعور هو شخص بيكون أصلا متوازن، إنه أنا لازم بكل الأحوال كون أنا لا سلبي كتير ولا إيجابي كتير، ولا إيجابي كتير. هي الفكرة ممكن الأشخاص شوي تتفاجأ فيها، إنه يعني كيف ما أكون إيجابي كتير؟ لأنه في أحيانا نحن بنفقد توازننا بالفرح، بنفقد توازننا بالإيجابية،
ويعني هي ما بدي غوص فيها الفكرة لأنها شوي عميقة وبدها شرح كتير. تماماً. بس الفكرة إنه خليني أقول لك ما نروح كتير. ليش منقول عن الأشخاص إنه هذا مزعق له، هذا مدري شو صار له، فرح كتير كذا، فهو أحياناً بيكون له ضرر إذا ما عرف الشخص يكون متزن. فنقطة الحيادية ما أنا سهل اليوم إنه أنا يكون عندي جدار خليني أقول لك بيني وبين شعوري، وأقدر أنا أتحكم إنه ما يكون عندي هذا الشعور. هلأ مريم بلا مقطوع عن حديثك، يمكن هلأ أكثر فترة بشهر رمضان المبارك نحن بنتعرض لأنه نحن بدنا نروح نفطر عن بيت حمانة وعن بيت بنت حمانة وعن بيت عمنا وعن بيت مدري شو، وبكون أوريدي في مشاكل، بيكون يعني ما في بيت ما بيخلى من المشاكل. فهون كيف فيها الوحدة تكون هيك فليكسبل أكتر، إنه هي تكون تعمل كنترول إنه أنا صايمة وكل نهار وجاي اتفحل مع عالم. أنا لا هي مو تحمل، هي الفكرة مو تحمل. دائما بقول للشخص إنه أنا لما بتحمل بتحمل، كمان بنحكيها بطريقة أخرى، هي التحمل للشعور هو بس إنه أنت عم تكبتي الشعور، وهذا بيؤدي لقصص تانية ما بدنا نفوت فيها. كبت الشعور خطأ، بس أنا خليني أقول لك إذا أنا بعرف السيناريوهات اللي ممكن تكون مسبقا فأنا بعيشها قبل ما أروح. تمام، مثل اللي بيفترض الاحتمال الأسوأ. لا ما بفترض الأسوأ، أنا بشوف، أنا قلت لك بعرف السيناريوهات اللي حتدور، بعرف القصص. طيب أنا لما بعيشها شو عم بعمل هون؟ أنا عم بتجاوزها. فدائما متى ما تجاوزتها شعوريا، أنا متى ما رحت وقعدت وصارت، صار وقع أخف، خلص أنا عشتها. مثل لما بيقولوا شخص أكل ضربة 2-3-4 بعدين تخدر المكان، فهو الشعور كمان أنت بتمرنيه. يعني شو السيناريو المحتمل؟ فأنا بمرن نفسي عليه، بعيشه مرة واثنين وثلاثة وأربعة وبتخيله فأنت باللا شعور بتتجاوزيه. متى ما صار ووقع هذا الموضوع خلص ما عاد عندك هذا، هاي ردة الفعل خليني أقول لك اللي نفسها بتكون لما أنت بتتفاجئي بالشيء اللي عم بيصير او بالحدث اللي بيصير. فهي وحده خليني اقول لك من الادوات او التقنيات اللي ممكن نستخدمها نحن لحتى نحاول نضبط شعورنا تجاه امر معين. طب مريم كيف الواحد بيعمل تدريبات انه انا بدي بلش نهاري كيف؟ في الصبح كيف بكفي يومي، وهلا في دراسه وفي فحوصات وفي فطور وفي تحضير وفي ما حكينا كذا. حبيبتي بس اللي شغله انه انا كيف في الصبح، بس قولي لنا هيك بس في الصبح شو تعملوا، وبعد شوي اذا ضايقتوا كيف تنفوا لحالكم حلو السؤال، حلو بده شغل. اول شيء مبدئيا قديش بيحكوا عن موضوع التوكيدات، انه احكي لحالك كلام حلو واحكي لنفسك وايجابيا والى اخره. طب اذا انا حكيت لحالي التوكيدات، لانه هو سلاح ذو حدين، يعني إن أنا إذا حكيت كلام وأنا ماني مقتنعة فيه فأنا عم بخدع نفسي، فبالتالي شو حيصير فيني؟ حتصير عندي ردة فعل عكسية. دائما بنقول للشخص لا تقول توكيد إنه أنا مرتاح وأنا سعيد وأنا مبسوط، إذا ما كنت أنت، ما رح أقول أنت متملك الشعور، لأنه الشخص اللي متملك الشعور ما رح يسعى يدور على توكيد يقوله لنفسه، خلص هو عايشه. فالشخص هون ما أنه عايشة، بس رح أقول خليني فوت ضمن نطاق إني أنا أقول التوكيد وأنا عم حاول جيب شعوره. يعني انا ركز باني انا عم اقول التوكيد انه انا مرتاحه اليوم ونهاري حلو ونهاري سعيد وكذا، وانا عم شوف شو الشعور اللي بدي اشعره وانا عم اقول هاي الجمله. فالشعور مثل ما بلشنا حلقتنا، رح ارجع اقول لك الشعور هو غالبا الشيء اللي نحن بندور عليه بالحياه. تمام. روحي اليوم وفكري بكل افكارك، انت لما بتطلعي بتشتغلي شغلك وبتروحي على البيت وبتكوني مبسوطه من حالك والى اخره، وقعدتي شوفي لاحظي كل مصطلحاتنا حتروح باتجاه شعور مرتاحه مبسوطه روقت. صح. زعلت. صح. انزعجت. فانت باي شيء بالحياه بتدوري عليه، بتدوري على شعور ما مسعى لك اليوم لحتى تدوري. حتى لما نحن خليني اقول لك برمضان بنصوم لحتى نشعر، خليني اقول لك بالطمانينه انه انا عملت اللي علي. تمام. فهو بيعطيكي بالنتيجه شعور اي شيء انت بتدوري عليه. وبالتالي انت حكيتي انه انا طب كي شو هي الاشياء، انا شو بدي اشعر؟ اسال حالي السؤال الصح، يعني انا اليوم شو الشيء اللي بدي اشعره، شو اللي بدي احسه، شو اللي بدي اياه اليوم من نهاري، بعمله توكيد. يعني ليش الاشخاص غالبا نحن خليني اقول لك اكثر من 80% بنحكي وبدور تفكيرنا وشعورنا على اشياء نحن ما بدنا اياها، عم نحاول نبعد. نعم. عن حياتنا بس هيك بنكون عم نجذب. بالضبط. ليش؟ انا قلت لك ان الشيء اللي عم نركز عليه ونحكي فيه كثير ونشغل نهارنا فيه هو اللي عم بيصير. فنحن شو عم نعمل غالبا؟ شو بدك؟ انا ما بدي يكون تعيس. وين مركز؟ ما بدي يكون تعيس. طبعا. مركز هون. انا ما بدي يكون خليني اقول فقير. انا ما بدي. طب اعكسها، انا شو بدي يكون؟ بدي يكون كذا. صحيح. انا بدي يكون كذا. لما بعكسها انا بحاول ركز بس بهالدائره هاي. مريم يعني الحب شعور، الكره شعور. طبعا. الجوع والعطش، يعني كل شيء بحياتنا بيتمحور نحو شغله واحده، هي نصف الدائره الشعور. طيب في حال اختلطت المشاعر
واجا انسان بده يعبر بطريقه ما، مثلا انا بحبك كثير، من كتر ما بحبك مثلا ممكن خانقك او لانه ما شفتك اليوم. هذا الشيء بيصير بين اللي بيحبوا بعض احيانا بين الزوجين، هي اذا كان موجود هذا الشيء. فقديش كمان انه اختلاط المشاعر ممكن لازم شوي طرف ثاني يقدرها او يعرف شو هي، وقديش لازم نوصلها بطريقه صح، لانه ليه عم تعيطي علي؟ يعني ما حيفهم انه مشتاقتي له، فاذا بتعيطي علي لانك لا متضايقه منه، فدايم بيختلط المشاعر. هي بدنا نحكي نقول لك شغله. هلا انت تقريبا سالتي جاوبتي عن قصه معينه اللي هي انه الطرف الثاني اذا كان على معرفه منيحه فيني فهو رح يعرف انه، لانه انت بتعرفي حالك، رفيقتي انا ليا اللي بعرفها من كذا سنه صح. هي عم معصبه بس تركوها لانه هلا بتروق لانه هي معصبه من كذا، انت لحالك بتبرري ليش انك عرفتيها. طيب الاشخاص اللي نحن مبدئيا ما بنعرفهم فنحن ما بيهمنا، سوري يعني ما بيهمنا شعورهم او رد فعلهم. بس في شغله هون رح احكي لك بقصه نحن كيف بننقل مشاعرنا بطريقه شوي ما لها علاقه باللي حكينا بس كثير مهمه يعني وانا حابه احكي فيها. تفضلي. احيانا نحن بدنا، خليني اقول على مواقع التواصل الاجتماعي بيكون شخص، خليني اقول لك عنده، خليني اقول طفل مريض لنفرض، تمام؟ فهو بيطلع لك هذا الولد بيحط لك صور انه هو مريض وتعبان وبالمشفى و الى اخره، وادعوا له، وبيكون سياق الحديث والكلام اللي كاتبه كثير مزعج. طيب انا شو الشعور اللي اعطيته للاخر اللي عم اقول له ادعي لي؟ شو الشعور اللي اعطيته اياه من هذا الكلام اللي انا حكيته وهي الصور المزعجه اللي انا اعطيته؟ شعور سلبي، اعطيته شعور ما انه حلو، اعطيته شعور بالزعل، خليني اقول بالغضب. والشعور هذا انت كم شخص عم تعطي هذا الشعور؟ عم تعطي لواحد واثنين، احيانا الاف عم تشوف بوست معين هو في طلب نحن بنطلبه وبنكتبه وبنصيغه بطريقه خطا. انت الشعور يلي عم تخلقيه عند العالم هو اللي عم يعطيك الطاقه اللي انت عم تطلبيها. شو عم بخلق شعور انا عندهم؟ انا عم بخلق عندهم شعور سلبي. صحيح. رح يجي هو يواسيكي او يدعي لك وهو مشاعره سيئه، وهو مشاعره سلبيه. طب انا ابني مريض، اوكي بحكي كلمتين حلوين عن ابني وانه انا ابني مهما كان تعبان، ابني تعبان شوي وحاجه هيك انه انتم، وبحط صور حلوه لابني. انا بخلق عند الاخر شعور حلو، شعور مريح انه هالولد ما احلى، الله يحيي لاهله، الله يخليه لاهله. فهي الطاقه هون خليني اقول الجمعيه والوعي الجمعي بفيدني لما انا بكون عارفانه كيف اكتسب وطلع منك شعور يكون ايجابي لحتى يرفعني ويساعدني. اما لما انا بجي عندي مشكله وعندي مصيبه بكتبها بحذافيره وبكتبها بتفاصيلها، فشو بيصير بالاخر؟ بيعطيني كمان شعور سلبي، وهون بنوقع بدائره خليني اقول لك الى حديث كثير طويل. اكيد طول الحديث. نشكرك كثير مريم العيسى، نحن ناطرينك اكيد بشيء جديد وبشيء ثاني لحتى هيك نحكي ونتناقش من الصباح عن قصص بتهمنا لحياتنا. ميرسي لك. شكرا شكرا لك مريم، اكيد شكرا للمعلومات اللي فتينا فيها اللي هي بتلامس حياتنا بتلامس واقعنا وتفاصيلنا اليوميه. نورتي صباح حبيبتي. صباح سالي. خلينا نروح سوا الى حمص وتحديدا لمقهى الفرح التراثي، شاهد على تاريخ مدينة قاومت الاحتلال العثماني والفرنسي وقصص توارثوها الأجيال لشهر رمضان بنكهة خاصة ضمن أجواء المقهى يلي بيضل معجوق لساعات الليل المتأخرة بالشهر الكريم. تفاصيل أوفى من تبع مع مراسلنا بمدينة حمص أسامة ديو. قصص توارثتها الأجيال بين حجارة سود مبنية بأسلوب البيوت الحمصية القديمة وأعمدة ثلاثة على طريقة التنمورية ليكون معلماً من المعالم الأثرية وسط مدينة حمص، وليبقى مقهى الفرح التراثي مقصداً لأبناء حمص بشرائحهم المختلفة في مشهد يعكس إيقاع الحياة بالمدينة. القهوة شايلة 3 عواميد سود حجر أسود وفيها أناطر ومشغولة بحرفية كثير حلوة. نحن وقفنا فترة الحرب سنتين ورجعنا بعد ما اجى الامن والامان على حمص، رجعنا عم نرمم وعم نشتغل فيها. القهوه فيها ايقونات ولوحات اثريه نحن شايلينها لنخلص ترميم راح نرجعها. هلا لي انا شي 60 سنه بجع القهوه، اللي بيميز قهوه الفرح انه مقهى شعبي يعني ملتقى للكبير والصغير. لشهر رمضان نكهه خاصه في المقهى الذي يكتظ برواده حتى ساعات متأخرة من الليل، والذي شكل حالة فريدة في تاريخ حمص الثقافي والإنساني. جو حلو برمضان وقهوة تراثية
ولادي حلو شباب حلوين ونغير جونا احنا بهالقهوه بنضينا ساعتين ثلاثه بنروح. ورمضان كريم وجو رمضان كمان غير شكل حلو كثير هون. جو برمضان كثير حلو بنجي الفرح بعد الافطار جو حلو جو هادي وقهوه قديمه يعني بتعطيك التراث الحمص المضبوط النظام يعني قهوه الفرح ما في حد بحمص الا له ذكرى فيها من اقدم المقاهي بسوريا ما بس بحمص وبيجالي الطبيب والمهندس والمحامي والعامل والزائر من برا قهوة تراثية قديمة كتير كتير قهوة الفرح تراث قديم بحمص ومعروفة قديم من قديم يعني والحمد لله بعد ما خلصت الأحداث هيدي رجعت الوضع الطبيعي البلد وإن شاء الله الأمور كتير جيدة ولقدام أحسن قهوة الفرح بالنسبة لمدينة حمص تعتبر ملتقى ثقافي وملتقى تاريخي وتعتبر ملتقى اجتماعي قهوة تراثية تجمع كل أطياف المجتمع من المهندس من الدكتور العامل الشغيل الدهان القهوة كثير إلى قيمة عنا أماكن عدة في حمص تحاكي روح الأصالة والتراث وتجمع بين أبناء البلد الواحد مشكلة صورة عن النسيج السوري المتمسك بتاريخه وحضارته. ليا انتقلنا لمحطتنا التالية اللي رح نسلط فيها الضوء على مهارات أكيد والحرف اليدوية اللي دائما بنحكي عنها دائما منتابعها ودائما بيكون ضيفنا مدير الثقافي والإعلامي لشيوخ الكار المركزي عدنان تنبكجي. دائما بنشوف طريقة الحرف كيف بتنعمل الطرق المثالية لصناعة الحرف اليدوية. أهلا وسهلا فيك أستاذ عدنان. صباح الخير كل عام وانتم بخير. صباح النور. كل عام يسمعونا كل عام وانتم بخير. كل عام وانت بألف خير. استاذ عدنان بالبدايه هيك خلينا نحكي شهر الخير شهر رمضان المبارك قديش حلو يكون في تفاصيل تراثيه من النحاس موجوده او من الصناعات اليدويه موجوده على طاوله الافطار باجواء نعم. السحور اليوم قديش حلو انه هذا تراثنا نحن نستخدمه بالزينه وعم نشوف يمكن كثير بالمطاعم وايضا على الطاولات او بالبيوت كمان. الحقيقه نحن عم نشوف في تسارع هلا وبالاخص الصبايا يعني كان بالاول اخف هلا الحمد لله عم يتسارع الاقبال على موضوع التراث لانه نحن بتعرفي غنيين جدا بالتراث بالاخص فيما يخص النحاسيات. اليوم اذا عم تلاحظي مطعم عم يفتح جديد اذا ما عم يحطها بموضوع ديكوريشن عم يحط هو شغلات هي فعلا من النحاس. بريق الشاي عم ترجع من النحاس، مواد الطهي عم تكون من النحاس، قدر الفول اساسا هي من النحاس وبعد طعمتها عم تكون غير ما انه تكون من معدن ثاني. انا كثير هي حبيتها بس بدي اقربها هيك شوي. هي عملناها هيك مثل ديكور. نعم وحتى فيها بقلبها بسموها كب جاي. واحبها رامي. والفطور بتلاقي كل بيت في لابد ما انه يكون صحن من الفول موجود على مائدة الطعام مائدة الافطار. بينحط بقلب اكل ما بتضر صح؟ هلا لا طبعا ما بينحط صمديه. نحن اكيد عاملينها صمديه بس يعني تذكار لانه الواحد اذا نسيانها يتذكرها. ومثل ما قلت لكم كل المطاعم اليوم الجديده عم تحط من ما يخص احيانا بتحطي سيف وترس بحطوه منظر او قدر الفول مواد الطهي كلها عم تكون من النحاس. لفت لي نظري ايضا الميزان وهو لانه برجك سالي مو بس البرج هو اساس بيقولوا الملك يعني دائما اي شيء لازم يكون متوازن. فالميزان بيكون عند القاضي عند المحامي وعند البياع ايضا يعني موجود بكريم كمان بالميزان كثير حلو. بس اذا بناخده شوي ليوم نشوفه ومنقربه على الكاميرا قديش حلو شغله. حتى لاحظي انه الكفات اللي عم يقول مثل ما كان الميزان القديم تماما نعم يعني عم نعطيه قدم من زمان كانوا يحملوا حمل الميزان ويضبوه كان ما في له حجم كبير يحطوا الكفتين مع بعضهم ويضبوه يصير حمل بالايد والشمعدانات الثلاثة. نعم حتى الشمعدان من النحاس يعني احنا عاصرنا هون عنا المودرن وحتى الفوانيس الشرقية عم تكون كمان في اقبال شديد عليها. قبل رمضان باسبوع بيبلش الناس تتسارع على انه توسع الفوانيس يحطوهن اما ببرنداتهم في حوالين السور الحديقة وحتى داخل البيت. يعني شيء كتير حلو عم تحسي بإحساس كتير حلو عم يذكرنا بالماضي عم يذكرنا بالإيمان وبشهر الرحمة وشهر المغفرة يعني شغل طيب كتير ناس يمكن بيكون عنده نحاس بالبيت بس هالنحاس يا بيتغير لونه يا بينتزع
نتيجة يمكن مناخ البيت أو نتيجة الإهمال بطرق التنظيف. وعالم بتقول لك نظفوا بهي المادة وعالم بتقول لك نظفوا بهي المادة. نحن اليوم بدنا شيخ القاري قلنا نحاس كيف فينا نحافظ عليه على لمعته وعلى نظافته. هلا بتعرفي اليوم التقنية في حداثة بالموضوع. اليوم موضوع النحاس عم نلبسه بعد ما عم نلبسه اللون البرونز أو اللون الذهبي أو اللون الفضي أو الكروم، احنا عم نعطيه فيما بعد لكر، وبعد ما يتعطق بياخذ لكر. هاي اللكر بتعزل الاكسجين عن موضوع النحاس، بتشكل طبقه حمايه. تمام. يعني حتى مثل اليوم الموضوع من زمان كانت التقنيه اخف، يحطوا ماده نحاس وكل فتره يبيضوها. كان واحد يجي يقول انا ببيض، بيقولوا لي عنده نحاس بده يبيضه او يجدده الى اخره. نحن بننصح انه ما ينحط له كلوركس ولا مواد كيماوية، هاي المواد بتضر بالنحاس، تعطيه لمعة مؤقتة. إذا النحاس القديم بيتنظف بملح الليمون، أحيانا بنحط له بالكاتشب وبعدين بنحط طبقة خفيفة لحتى كاتشب أو ملح الليمون. كاتشاب. نعم كاتشاب بينظف. حسيت حالي سمعتها غلط أنا. لا لا، الكاتشب بينظف مادة النحاس إذا كان قديم. يعني اليوم النحاس الجديد مثل ما قلت لك عليه طبقة لكر، إذا بدنا نحط له أي مادة بدنا نروح على اللكر، بدنا نأذيه قبل أحسن ما أنه يفيده. بينما النحاس القديم اللي عنده فيه أكسدة، فيه مواد خضر عم تطلع، هاي مادة سامة أساسا، بتتعالج بالكاتشب أو بملح الليمون فيما بعد، بس تنضف. وطبعا بالمي، مي فاترة بتكون بيتنظف بشكل جيد، بعدين منبخ هذا اللكر السائل على بعد تقريبا شي 15 سنتي، بيعطيه طبقة حماية، ما بقى يتفاعل مع الأكسجين وبينضف بشكل جيد. يعني هي من شيخ الكار النصيحة، حاجة النسوان يدقوا لبعض ويعطوا نصائح. ننصح للكريستال كمان حتى في ناس كتير صبايا بيشتهدوا على موضوع تنظيف الكريستال بالتريات بمواد كيماوية، بيضربوا اللكر تبع الكريستال فيما بعد بتعتم. لذلك بنحط بس فقط مي ونقطة صابون أو شامبو، بعدين تتنظف مرة تانية بالمي وتتنشف. تمام. والكاتشب هي معلومة جديدة، كانوا فاكرينها بس للأكل كمان بيتنظف. لا بنستفاد منه. حبيت فحلو. استاذ عدنان كمان هيك خلينا نحكي اليوم عن المنصب الجديد. نعم. يلي حضرتك تقريبا صار لي سنتين فيه. صار لك سنتين فيه طبعا. وخلينا نحكي عن الشهادات. القيادة المركزية لدعم المطلق لكل اتحادات والاتحاد العام واتحاد دمشق، دعم مطلق للحرفيين. عم نلاحظ انه في دعم كثير مهم، في اهميه كثير للمعارض الدوليه والمعارض الخارجيه. وكمان احنا اخذنا موضوع مجلس شيوخ الكار المركزي، ان شاء الله يا ربي بيعم على كل الجمهوريه العربيه السوريه، بيكون بكل منطقه بكل محافظه بيكون كمان في شيوخ كار مثل ما صار بدمشق. موضوع الانجازات، احنا بدمشق الحمد لله انا وزملائي بهي السنه احنا اخذنا، وانتم ما قصرتوا الاخباريه على طول ما شاء الله بتواكبونا، لذلك ما بدنا نعيد. طب اهل الدار استاذ عدنان. معرض مير اكسبو على 11 دوله واكثر من شركه، كان ببيروت واخذت انا المركز الاول، وصديقي بوجه له التحيه عمر حمودي كمان اخذ المركز الثاني. احنا سوريا على طول سباقه، وفي بعض الدول بتعمل حساب انه هل يا ترى سوريا مشاركه، عم نعمل هاجس لبعض الدول، طبعا هاجس ايجابي انه كل ما يصير معرض بيسالوا انه سوريا موجوده بالمعرض، لذلك بيصير عندهم دافع قوي اذا كانت سوريا موجوده بيهتموا اكثر انه في منافس قوي، في منافس شديد حينزع منهم لقب المركز الاول او المركز الثاني. هيك تعودنا. بموضوع ابخازيا السنة الماضية أعطوني كمان دكتورة فخرية، مو بس أنا وزملائي، بوجه لهم كل التحية لشيوخ الكار واتحاد الحرفيين بدمشق وكل شيء حرفي بسوريا، وتحية للسيد عصام الزيبق كمان رئيس اتحاد دمشق اللي عم على طول بيواكبنا بينصحنا وبيعطينا المعلومات، ونحن إن شاء الله أدى المسؤولية وعم ننجز. أكيد. يعني عم نشوف الجندي السوري الحاضر دائما رافع العلم، علم سوريا، سواء كنتوا بمهرجانات دولية دائما العلم السوري هو. خلينا طبعا أكيد خلينا نحكي عن هيدي اللوحة اللي فيها الجندي السوري وفيها. نعم. النشيد العربي السوري. النشيد العربي السوري. نعم. حماة الديار. عليكم السلام. طيبا عليكم السلام. تماما. هذا احنا عملناه من الخشب، الإطار إذا بتلاحظي من الخشب، هو عبارة عن يعني نصب تذكاري. نعم. وعم يكون موضوع الخشب متلاصق، يعني في سن صغير، هذا ما بيبين معنا كثير بالكاميرا، عبارة عن تقريبا نص ميلي مشان يصير مركز قوة بموضوع التلاحم بالخشب. الجندي عم يكون سكب من النحاس
وفيما بعد بيتلبس موضوع الذهب والبلاك بنكتب عليه احنا بزنقوراف بنكتب عليه كمان جمهورية العربية السورية وكمان النشيد العربي السوري. ممكن نحطه درع لأي شخص بيقدم درع لشي مؤسسة حكومية أو لشخص بيحب يعز عليه كمان بنكتب اسمه عليه. يعني هذا النصب كتير موجود تقريبا صار كتير الناس عم تبتنيه مشان تحطه بأي مكتب بيقدموه هدايا. أستاذ عدنان قبل ما نختم لقائنا اليوم خلينا نحكي عن تحضيراتكم القادمة. في عندك مشاركات دولية أو عالمية جديدة أو في معارض غير معرض دمشق الدولي أكيد اللي ناطرينه؟ معرض دمشق الدولي كمان هذا له العشر التاسع صح؟ قبل الثامن إن شاء الله. على الثامن معرض 61 وإن شاء الله بيكون عليه إقبال شديد نحضره. هلأ كمان على مهرجان الباسل للإبداع عم نحضر احنا باسم حاضنة دمشق الحرفية اللي بدمار وان شاء الله كمان في تحضيرات كمان لموضوع الحاضنة راح نفتحها ان شاء الله بعد العيد. كلياتنا مهيئين راح تشوفوا ارث حضاري كتلة كبيرة من الحرفيين وشيوخ الكار بس حي مباشر للأعمال الحرفية معارض دولية وما بدي احكي عن مفاجآت كمان راح نخليها فيما بعد مفاجآت كتير حلوة. بيفخر كل واحد سوري انه يكون عنا مثل تكية سليمانية وربما اوسع بانه يكون في دمر حاضنة دمشق الحرفية. بوجه تحية لكل واحد حرفي وشيخ كار ومبدع لانه راح يكون احنا كمان نوجه لهم تحية اكيد عن طريقكم ان شاء الله الاخبارية السورية على طول هيك مواكبتنا بكل الفعاليات الإيجابية الحلوة لكل السوريين. نعم هذا واجبنا أستاذ عدنان أكيد. يعني دائما منقول كلمة أنه منفتخر نحن بشيوخ الكادر اللي عنا بطلابنا اللي عنا يلي هن عم بيمثلونا بالدول دائما بيكونوا الواجهة الجميلة دائما الحائزين على المراكز الأولى سواء كان علميا أو حرفيا وصناعيا سواء أي شيء دائما رغم ما مر فينا من حرب من حصار اقتصادي عم نشوف التميز تماما عم نشوف التميز العنوان. يعني كلمة هيك أخيرة منك لجميع اللي عم بيشاهدنا نحن كنا خير مثال بكافة الدول سواء العربية وإن شاء الله حنوصل للعالمية إن شاء الله وصلنا. وأنا أصدقائي بوجه لهم تحية بمعرض الهند أخذوا كمان المركز الأولى المراكز الأولى. بشجع كل واحد حرفي وخاصة بحاضنة دمشق الحرفية أنه هلأ في عنا تعليم كل واحد عنده انتماء هيك لبلده أكيد كلهم عندهم انتماء وبيحب هاي الحرف مو بالضرورة أن يكون بالنحاسيات ربما يكون مثلا بالخط العربي ممكن يكون بالإيقيشاني ممكن يكون بالفسيفساء كل الحرف نحن على استعداد تام بالتعليم. كل واحد يشجع ابنه إذا عنده موهبة ينميله إياها وما في تكاليف يعني وبالنهاية بيطلع غير العلم مرادف للعلم موضوع الحرفة هذه هي بتواكب هيك كانوا أهالينا يعلمونا صح. الجد والأب يعلم ما بيكتفي جاهزين لأي سؤال طبعا لأي جاهزين طلب وفي طاعات للتعليم إن شاء الله وقريبا جدا أنه حيكون هذا الموضوع وبركز على موضوع الصبايا أنه ما تستحي الصبية اليوم إذا بدها تشتغل بالنحاس أو بالفسيفساء أو بالقيشاني هي لحنا كلها نطلب منك شي صبية هيك تجيب لنا إياها على الصباح هيك هلأ نتعرف على المهنة مع الصبايا تماما. يمكن كانوا متواجدين بعيد العمال نعم حضرتك موجودين شفتهم كتير سواء بروكار أو سواء حتى مثل ما قلت بالنحاس. نتشكر وجودك معنا يطول الحديث يطول الحديث معك أستاذ عدنان كده وجودك معنا نتمنى لكم كل التوفيق وكل النجاح ناطرين كل جديدكم كل عام وانتم بخير رمضان كريم. شكرا كثير لحضورك. سالي بتحبي الفريكه؟ طيبه كثير. بتحبيها؟ كثير طيبه اذا كانت معموله على اصولها ليوم وانا كمان بحبها ورح نروح نشوف اكله الفريكه على اصولها يلي بتشتهر فيها مدينه السلاميه مثل باقي كل المدن السوريه بهذا التقرير التالي. بين حبوب قمح عشقت بالدخانة طبق شعبي بات جزء من التراث الفلكلوري لمدينة السلمية بريف حماة. الفريكة تعتبر من الأطباق الأكثر تواجد على موائد الإفطار وبين مكوناتها المختلفة يبقى لطعمها وقع خاص يعود لبساطة التحضير وطيب المذاق. طبعاً الفريكة هي أكلة معروفة شعبية تتحمص بالزبدة تنعمل على الغاز
بتنضاف للزيت الابيض، بتتحمص، بتنضاف للمي، وبتنطلق على مبدا الرز او الكبسه، وهيك بتصير منسف. فيك تضيف له لحمه، فيك تضيف له دجاج. احنا بنزينا ليمون، بندوره، فليفله خضراء، جزر، بقدونس، نعنع، بنحط على وجهها طبعا لوز على حسب الرغبه، صنوبر، كاجو، جوز، اي شيء بتحب موجود بتحطه. قد تتشابه طرق الطهي، لكن لمذاقها وقع مختلف في مدينة سلمية جعلها جزء من فولكلور شعبي يحمل نفس صناعها. ليا، بين الصح والغلط عادات رمضانية كتيرة عم بترافقنا خلال هالشهر الفضيل وعم تأثر على حياتنا وأيضا على سلوكنا اليومي. شو هي أبرز العادات الغذائية والسلوكية الخاطئة يلي نحنا ما منتداركها أو ممكن تمر علينا بلا ما نحس فيها؟ كيف عم تأثر على نشاطنا، على صحة جسمنا، على طاقتنا وأداء عملنا؟ كل هالأسئلة رح نطرحها على الدكتورة لما بنورة، هي اختصاصية تغذية ودكتورة في التغذية. يسعد صباحك. وصباح أهلا صباح الخير دكتورة. صباح النور. يعني كنا عم نحكي تحت الهواء عن الفريكة وسالي كانت عم تقول إنه أنا بحب الفريكة مع لبن بخيار وهيك يكون بارد. إيه كتير طيبة. كتير طيبة. تمام. الفريكة من الطبخات السورية اللي كتير 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 مشهية ولذيذة ومفيدة جدا، لأنه نحن عم ناخد أهم عنصرين اللي هن النشويات المعقدة والمعجاج أكيد أو لحمة، والبروتين عالي بالجودة. بس قلتي سالي انه تتقدم مع لبن وخيار. مرة ذكرت أنا انه اللحوم أو الدجاج هو مصدر حديد، صح، واللبن هو مصدر غني بالكالسيوم. هدول المعدنين بغاروا من بعض، اذا فينا نقول بحاربوا بعض اذا اتاكدوا على نفس الوجبه. شو بيعملوا؟ يعني الكالسيوم بيمنع امتصاص الحديد لنسبه قد تصل الى 50%. فقديشهم هن طيبين هالاكلات مع بعض، ولكن قديش انه لازم ننتبه. هلا الحمد لله انه نحن ما عم ناكلها بطريقه يوميه او دوريه، فما علي اذا مرقت هيك اكله فيها الاثنين، يعني اللبن مع اللحوم، مرة بالأسبوع مرة بالأسبوعين ما بيأثر. نعم، يعني دكتورة مثل ما قلتي حكينا بالمقدمة إنه نحن بمر علينا عادات، عم تضحك ليا لأنه البرغش ذبحنا، فبمر علينا عادات سيئة ممكن نحن ما منحس فيها. نحن متعودين ناكل هيدا الأكلة قدام هيدا الأكلة، مثلا فتة المكدوس ليا بيتاكل معها لفتة المكدوس بندورة وأحيانا اللبن، يعني إذا اجتمعوا هدول مع بعض شو بيعملوا بالمعدة؟ هلا البندوره هي كثير ظريفه لانه فيها فيتامين سي، بالعكس بتساعد على امتصاص الحديد. وقلنا اللبن انه اللبن ما لازم يكون، يعني نتفادى بهي هي واحد من الاخطاء الشائعه. انا حابه ركز هون على الاخطاء الشائعه اللي نحن بنتعرض لها بشهر رمضان، اهم العطش، وخصوصا وقت اللي بيجي شهر الفضيل بالصيف، ونحن هلا بشهر ايار وقديش عم تمرق ايام صعبه. يعني انا نصايحي بس بقولها مع انه رح يخلص الشهر الفضيل، انه إذا ما عندنا مشوار ضروري ما نعمله، أو إذا اضطرينا نمشي بالشمس نمشي بالأماكن الفي، نحط طاقية على رأسنا، نكون قبل بيوم يعني متفادين الأكلات المالحة أو الحارة لأنه هي بتزيد من العطش. نحن كمان من العادات الخاطئة بتزيد يعني رغبتنا بأنه نتناول الأطعمة الدسمة، وخصوصا الجاهزة. مثلا إذا ست البيت والرجل اثنيناتهم بيشتغلوا، يمكن ست البيت ما عندها الوقت الكافي تحضر مائدة رمضانية،
فبيعتمدوا على الاكل الجاهز اللي هو قديش هو بيكون غني بالسعرات الحراريه. بحس تماما واحد يوم بعد يوم عم بتراكم عنده سعرات حراريه، يعني بتحسي خلص الشهر وانت حطيتي 5-6 كيلو زياده، انت بغنى عنهم. او بتكون السفره فقيره بالخضار، يعني بصير عندنا اذا نحن تناسينا الخضار تناسينا السلطات اللي هو قديش هو هالصحن البسيط انا بسميه سهل الممتنع. اكيد كلنا عندنا كم نوع خضار فيني اقطعهم واعملهم صحن سلطه، بس بتكسلن. ليه؟ لانه في عمليه تقطيع وتنظيف والى اخره. الفتوش قديش بالضبط؟ تماما تماما. ولكن شيء وافيد شيء تماما. فنحن بنتجنب هالشغله لانه بدها وقت يعني تحضير. منقوم نخسر فيتامينات ومنخسر معادن ومنخسر الياف، منلاقي حالنا بالعكس زادت المشكله بانه كسبنا وزن زياده، لانه هدول المصادر الخضار الالياف بتساعدني انه اتخلص كمان من الشيء الزياده وبتحسسني بالشبع. صحيح نعم. كمان من الاخطاء اللي نحن بنعملها هي اخطاء بسلوكنا، الخمول. اخذنا وجبه الافطار حسينا بخمول النوم. تماما. هلا مو غلط انه ناخذ كبوه، بس انه بعد ساعتين من الافطار ضروري ضروري المشي على القليله من نص ساعه لساعه او رياضه بعد الافطار بساعتين، لحتى نحن قديش حابين نعيش هالشهر بكل معاني الحلوه، بس بدون ما انه نحن نقعد نعتل هم بعد هالشهر نتخلص من هالكم كيلو زياده. تماما. السهر المتكرر قديش بيعطيني شيء سلبي، خصوصا للتلاميذ او مثلا شاب او صبيه عندهم مقابله عمل، هذا الشيء بخفف من ادراكهم من قدرتهم العقليه يعني لنسبه بسيطه، ولكن بيزعج. سرعه الغضب بتعلي الادرينالين بالجسم، نسبه الادرينالين العاليه صحيح. بتسرع الاستقلاب، فبالتالي نحن رح نجوع بسرعه، يعني ما في داعي للغضب. هو شهر خلينا نعيشه بمعاني الحلوة وقرب يخلص وننبسط بالعيد. صحيح. نحن مرات مننسى كمان من السلوكيات الخاطئة أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط أمراض القلب إلى آخره، مننسى نأخذ الدواء لأنه مواعيد طعامنا تغيرت. تغيرت صحيح. فهون ضروري ضروري أكيد المريض رح يرجع للطبيب، هو يعين له أوقات معينة ما تتعارض مع صيامه، بس يمكن ينسى لانه هو بس هالشهر ففي شيء تغير عليه، رح ينسى ياخذهم لانه هو ما عاد ياخذهم يمكن الصبح الظهر بعد الاكل او قبل الاكل الى اخره. فيا ريت يعني يذكر حاله في الموبايلات الذكيه، يحط مثل الارم يذكر حاله انه انا عندي بهذا الساعه موعد دواء، او حدا من افراد البيت بيكون هو الانشط والازكى يمكن يذكره بمواعيد الدواء، بس على شرط ما يكون الدواء او يحطه بمكان هو بيشوفه على طول، بس يكون اكيد بعيد من عن متناول الاطفال. نعم. دكتوره بس خلينا نحكي بما انه عم نحكي عن يمكن ابرز المشاكل يلي بتصير بشهر رمضان المبارك، خلينا نحكي يمكن عن المشاكل الصحيه والهضميه يلي بتصيب الصائم. كثير ناس ما بتقدر تشرب مي، كثير ناس اذا شربت مي بتتضايق او بتحس بالشبع او بيقولوا بتقعد على معدتهم المي، كثير ناس بيصير صحيح. عندهم حرقه، كثير ناس بيصير عندهم امساك، فهي التغيرات نحن كيف فينا ناكل غذاء صحي صحيح لا يمكن ما نتعرض لناس عندها مشاكل بمعدتها. سؤال كتير مهم وكتير حلو، لأنه فعلاً الصائم وقت اللي بيأكل الوجبة الدسمة، وخصوصاً إذا فوت الدسم بوجبة السحور، أكل وجبة دسمة ونام، حكماً بده يصير عنده حرقة، أو مثل ما حكينا هلأ نحن منتجنب أكل الخضار لأنه بده شغل وبده تحضير وتنظيف وإلى آخره، فبالتالي رح يصير عندنا أمساك، أو منستسلم للخمول ما بنعمل حركة، يعني ما بعد ساعتين الرياضي ينزل بعد ساعتين يكفي رياضة كفي حياته الطبيعية، اللي ما نو رياضي بس معتمد على المشي بالعكس يصر على المشي بهذا الشهر. نحن ساعتها منتجنب لأنه إذا أكلنا ونمنا رح بيصير عندنا ارتجاع على المري، فهي الارتجاع هالمواد الدسمة وقت اللي بترتجع أكيد رح يحس بحرقة، أنا رح اتضايق. هلأ الكبوة الغفوة حلوة بس مو ضروري استلقاء، يعني غفوة يمكن شبه جالس كم مخدة ورا ظهري عشان ما اتضايق بعد هالوجبة الثقيلة. قلنا كمان انه وجبة الخضار بتساعدني بتحميني من الامساك، المي ركزتي عليه وانا ممنونتك انه ركزتي على المي، نحن فعلا عند وجبة الافطار قد ما منكون حاسين بعطش كبير يلا بدنا نشرب مي، كتير ضروري انه نشرب خلينا كاسة بس، انا بعرف انه نحن يمكن بدنا نطفي هالعطش يمكن نحس حالنا بدنا نشرب بريء يمكن او انينة. تماما. نوزع المي، هلا انا مثلا بعرف انه لازم اخذ كمعدل وسط 8 كاسات مي بالنهار، تمام؟
خليني وزعها بين فترة الإفطار، وجبة الإفطار لوجبة السحور، أخذها بطريقة معتدلة ومتوازنة. ما ركز إنه مثلاً كتير في أشخاص بياخدوها قبل أذان الفجر، إنه أنا هلأ بدي أشرب قبل ما يأذن الفجر لأحمي حالي من العطش، ما بتزبط. ما دخل هاي. لا لا أبداً ما دخل هاي بهاي، أنا جسمي رح ياخد حاجته فقط، ما عندي جسمي ما أنه مؤهل ليخزن مي، بالتالي رح تنطرح بالبول، بالتالي رح أعطش. في أشخاص كمان أنا بنصح أنه ما نكتر من المنبهات، ما نكتر من العصائر السكرية، لأنه كمان بتعمل ضرر للبول. نعم. بالتالي رح ينقص. صحيح أنه ما نشرب مي باردة؟ إيه هو ضروري، وخصوصا معتدلة. معتدلة حرارة الغرفة أنا بسميها. ليه؟ لأنه بتروي الباردة. هي بتروي الباردة بس بس لقلك هي المعدة صايمة، يعني هي بحالة صيام، تعي نأذية أنت بكاسة باردة بتأذية تماما، فهو ضروري واحد يأخذها حرارة الغرفة. هلأ إذا في أشخاص بيحبوا المي الباردة بتروي لهم عطشهم بعد الأكل، مالي إذا أخذوا، يعني أنا من الأشخاص اللي بحب المي الباردة بس مو كتير متلجة. المهم أنا أول كاسة بدي أخذها قبل الماء، يعني وقت بدق المدفع ما تكون باردة عشان ما نقز المعدة. تماما دكتورة، يعني كمان في كثير من الأشخاص الصبايا بيعتمدوا على المسممات الغذائية، على الفيتامينات أكثر من ما أنه هن يتناولوا الأطعمة. ما بيحبوا مثلا، في عالم ما ألا مرأة بالفواكه بالخضار معنه كتير طيبة، بس ما بيحبوا فبيلجأوا للمسممات الغذائية اللي بياخدوها. فشو رأيك بهذا الشيء في حال هن ما كانوا عم ياخدوا الفيتامين الكافي للجسمون؟ كمان حلو السؤال هو، وخصوصا انت ركزتي على الصبايا، بتشكرك انه ركزتي على هالشيء. طبعاً. الصبايا لانه اكيد هن الاكثر، يمكن انه انا ما بدي انصح بهذا الشهر. تمام. بيحافظوا على رشاقتهم، صح، بيقدروا يعدلوا كميات الفيتامينات والمعادن اللي ما رح ياخذوها من مثلا اذا ما بدهم خضار او فواكه او ما بيحبوهم، بس هنين عم بيفقدوا الألياف، رح يصير عندهم إمساك قولا واحدا، رح بيتضايقوا. اللي عنده إمساك ما بيقدر يرجع يأكل، عم بيعرض حاله للتجفاف، عم بيعرض حاله لنقص فيتامينات ومعادن. حتى إذا أنا عوضت بالمتممات الغذائية، بس الألياف وين راحت؟ الألياف هي اللي بتساعدني إنه أنا جهازي الهضمي يضله، يعني هالمجرى شغال، هالمجرى شغال، فضي العبي فضي العبي، وإلا بدهم يحسوا من أعراض الإمساك وجع راس مزمن. يعني فأنا ليش بدي أعرض حالي لهالأشياء؟ صحيح. فيني أتحايل على الفواكه والخضار، دخلها إذا ما بحب مثلاً أمسك تفاحة وآكلها مثل ما هي. عصيرة. لا حتى العصير أنا بفقد الألياف. دائماً بتقولي إنه الفواكه مثل ما هي. صحيح. فيني أتحايل عليها مثلاً، أعملها برشة أو أقطعها، أعمل قالب جاتو بالتفاح، بس أنا كتر تفاح بطريقة مخيفة، يعني كترها. تحسي انه انت وقت عم تقطعي قطعه الجاتو بالكاد، ايه بالكاد عم بيطلع لك مثلا الجاتو والباقي تفاحه. بقدر اتحايل بكثير شغلات، بقدر اتحايل. نعم دكتوره، خلينا نحكي بنقطه بشهر رمضان، يمكن كثير في حلويات وما شاء الله الشام بتشتهر بحلويات الطيبه يلي كلها قشطه وكلها قطر وهيك طيب كتير اشتريت. دسمة دسمة ليا. دسمة تمام. يعني خلينا نحكي عن الناس اللي كتير بتحب الحلو وبتبعد عن الأكل وبتركز على الحلو فقط، وكمان هو أوكي بيعطي طاقة بس كمان أحياناً بيضر وأحياناً بيعمل مشاكل صحية. نحنا كيف فينا نعود جسمنا، حاجة جسمنا إلى الحلو وخاصة بشهر رمضان؟ صحيح. بعيداً عن المأكولات الدسمة. صحيح. الحلويات رمضان شر لابد منه، وأنا من الأشخاص اللي بحب الحلو، مع أني أخصائية تغذية بيستغربوا، أنا بحب الحلو وبحب الأكل الدسم، بس باكله باعتدال، باكله عن وعي، ما باكله أنه مو لأنه نوجد قدامي أنا جات حلو منوع من مثلا فيه شغلات كتير أصناف كتير بدي يلا جرب كل شيء. حتى أنا بحمية رمضان اللي بعملها لمرضاي، صدقيني السناك الاولى اللي هي مع بعض الافطار بساعتين بحط لهم فواكه او قطعه حلو. ما فيك تحرمي هي نفس، يعني بالتالي انت بدك تشبعي لها رغباتها بس باعتدال بذكاء. فهو ضروري قطعه الحلو اخذها مثلا، مو ضروري اخذ قطعه الحلو اللي مليانه قطر واللي مليانه قشطه، انه في قطع حلو بتبقى مفيده مثلا مليانه بالمكسرات. التمر من شو بيشكي؟ اخذ شيء معمول بالتمر تمر مثل المعجوق او تماما يعني انا مثل شو بيشكي. في حلويات انا في حلويات فيني اخذها عم شبع هي الغريزه اللي عندي اياها،
بنفس الوقت تكون مفيدة. أنا اللي عندي اعتراض عليه عصائر رمضان. تمام. إذا بتحب. بس عرق سوس يعني نوعا ما هو أقرب للطبيعي ما؟ هلا عرق سوس في عليه دراسات، في أشخاص في يعني طبيا غير كتير مش يعني ما بدي أعطي شيء. في ناس كتير لأنه بتحب العرق السوس ما بدي يتضايقوا مني دكتورة. وأنا منهم أنا بحبه. بس عرفت عنه معلومات أنه هو ما كتير عنده إفادة. هو الحمد لله أنه هو بس موجود بهذا الشهر، فإذا واحد طفى عطشه بكاسة عرق سوس يعني مرة بالأسبوع بهالشهر الفضيل ما في مشكلة، ما رح يأثر عليه. بس هو ما نوع من المصادر اللي كتير كتير مفيدة. أنا يعني ما بيفيد بس ما بيضر. لا في له ضرر في حالة تاخد. خلينا نحكي ما رح نطول هيك، بس شو ضرره بس قبل ما نختم؟ ضرره شوي على القلب يعني. تماما. بدنا نتشكرك كتير يعني، ونتشكر هالنصائح اللي قدمتيها. ان شاء الله هيك كل مشاهدينا يكونوا استفادوا من نورتي صباحنا دكتورة. ميرسي لك دكتورة. اهلا وسهلا فيك. عفوا. اما هلا مشاهدينا خلينا نروح لغرفة الاخبار للاطلاع على اهم المستجدات يلي عم تشهدها الساحة السياسية مع زميلي غدير غفار. صباح الخير يا غدير. صباح الخير إليك ليا، وصباح الخير لمشاهدينا. موجز لأهم وآخر الأخبار ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم. قال مصدر عسكري إن وحدات من الجيش العربي السوري أحكمت سيطرتها التامة على بلدة كفرن بودا بريف حماش الشمالي، وأعلنتها منطقة مطهرة من رشد التنظيمات الإرهابية، وذلك بعد القضاء على آخر فلول الإرهابيين فيها. كما ألحقت وحدات من الجيش خسائر كبيرة بالإرهابيين في مناطق عدة بريف حما وإدلب. جددت المجموعات الإرهابية خرقها اتفاق منطقة خفض التصعيد عبر استهدافها بالصواريخ مدينتي محردة وسقيلبيكة بريف حما الشمالي الغربي. وذكر مراسل الإخبارية إلى إصابة ممرض ودمار في قسم الإسعاف نتيجة اعتداء المجموعات الإرهابية بالصواريخ على مشفى السقيلبية الوطني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن إمكانية إجراء محادثات مع إيران، وذلك خلال لقائه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي يبحث وفق تقارير إجراء زيارة لطهران. وقال ترامب: أنا أعتقد أن إيران لديها الرغبة في الحوار، وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضا. وأضاف: سنرى ما سيحدث، لكنني أعرف حقيقة أن رئيس الوزراء آبي على علاقة وثيقة مع القيادة في إيران. لا أحد يريد رؤية أمور فظيعة تحدث حسب تعبيره. وفي خبرنا الأخير، أعلن مسؤولون أن حزب الشعب الأوروبي يمين الوسط فاز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان الأوروبي بعد انتهاء 4 أيام من الانتخابات. وقال الناطق باسم البرلمان جومي تشودش للصحفيين إن حزب الشعب الأوروبي فاز ب 178 مقعدا بعد أن كان يتمثل ب 216 مقعدا في البرلمان المنتهي ولايته، متقدما على خصمه التقليدي تحالف الاشتراكيين الديمقراطيين من يسار الوسط الذي حصد 152 مقعدا بعد أن كان يشغل 185 مقعدا. نهاية الموجز، عودة لكم سالي وليا لمتابعة ما تبقى من فقرات صباح الخير. نعم، شكرا كثير لك يا غدير، واكيد متابعين بصباحنا يا سالي. اكيد ليا للشام عاداتها طقوسها الليليه الحلوه وخاصه برمضان، هالعادات صارت تراث. فزميلتنا ريم سليمان نزلت على الشارع وين الناس وسالتهم كيف بيقضوا وقتهم بشهر رمضان. خلونا نتابع سوا. والله الجو حلو الحمد لله، يعني مو كله تمام الحمد لله رب العالمين، خير كل شيء فيه. والله شغل بالبيت وصيام وسوق بعد الفطار، ويعني شغل ما عم نحس باليوم، كل شغل بشغل. والله الحمد لله، يعني عم ندور على الاكل والشرب الاول شيء،
بعدين عشيال بعد الافطار على الاسواق وعم نسوي للجداد. هي احلى رمضان كنا، احسن من كل الدول العربيه كلياتها. الحمد لله رب العالمين، الله فضل علينا والحمد لله، والله يحيي الجيش العربي السوري، والله يرحم الشهداء ويرحم كل شهداء سوريا يا رب. كل يوم طبخه، كل يوم بنفكر شو بدنا نطبخ، شو بدنا نساوي، يعني اجواء رمضان يعني حلوه، بالعجقه بالحلويات بالشغلات يعني هاي الاجواء تبع المعروك الناعم هدول الشغلات. متابعينا بصباحنا لليوم سالي، وصلنا لفقرتنا الأخيرة رح نقلب فيها مع بعض وراء رواية جديدة حملت عنوان حي الندم، وهي التجربة الأولى للكاتبة مريم حنون يلي شاركت أيضا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بنسخته 50، واليوم عم تستعد الروائية السورية لإصدار كتابين جداد. رح نحكي عن هالتفاصيل وعن مشاركتها بالمعرض ايضا. بدنا نقول صباحو لمريم. بونجوركم. اهلا وسهلا فيك مريم، نورتينا على اليوم. دائما نحن بنحب نسلط الضوء على الاقلام الجميله، الاقلام يلي بيكون لها هدف معين من كتابه وصياغه اي جمله واي كلمه، الاقلام النظيفه، بنشدد على الاقلام النظيفه يلي غايتها دائما هي نبيله. تفضلي. شكرا لكم، هذا طبعا شرف لنا انه عم تدعموا المواهب. اهلا وسهلا. او الاقلام مثل ما تفضلتي. هلا انا عندي كتجربه اولى مثل ما حكيت حي الندم، هي روايه صدرت عن المكتبه العربيه للتوزيع والنشر. حلو. بالقاهره مصر، شاركت بمعارض الوطن العربي كافة تقريبا، منها معرض بغداد الدولي، معرض دار البيضاء، معرض القاهرة بدورته 50، وحتى معرض الشيخ زايد، والحمد لله حصدت نجاحات وحققت نسبة مبيعات. نعم. ولا إن شاء الله عم نحضر للطبعة الثانية هون بالبلد بإذن. نعم. الله. أكيد. مريم شو بتقول حي الندم؟ يعني شو يعني أول شيء حي الندم؟ وشو مضمونة لهي الرواية؟ هي حي الندم عبارة عن 7 شخصيات أساسية، أب وأم، توأم قيس وليس، صديق قيس زيد، حبيبة قيس العشرينية، فيك تقولي كمان في شخصية استثنائية كانت مسميتها أنا القدير، هي مثل صوت الضمير. حلو. أنا حاولت أنه أحكي من خلال هاي القصة عن معاناة الناس بظل الحرب، عن نزعة الغيرة بين الأخوة، عن صراع الخير والشر، وكتير شغلات تانية، وخصوصي وجهت سلطت الضوء على التأثيرات الناتجة عن العلاقات العاطفية وقت الانفصال. نعم. كتير شغلات يعني تكتها. مريم كيف بلشتي بالكتابة؟ دائما أي شيء هيك بيجي إلهام للشخص، أيضا ممكن يكون في تشجيع من البيت، حدا عندكم بالبيت بيكتب؟ هلا ما حدا بيكتب، بس لقيت الإلهام الكافي والوافي. هلا الحمد لله شجعوني، كان من أهلي ولا من جوزي ولا من رفقاتي، وحتى ساعدوني يعني انه بهي الخطوه. هلا فيك تقولي انه انا كتبت من فتره ما انا بعيده، من فتره قريبه. من سنتين تقريبا بلشت بالكتابه، بس يعني هذا الشيء
حبيت ابدع فيه، حبيت وصل كتاباتي للناس وارائي، وان شاء الله خير. مريم خلينا نحكي يمكن من بعد ما اصدرتي حي الندم، كيف كانت ردة فعل جوزك؟ كيف كانت ردة فعل اهلك؟ يعني انه اوكي بيشجعوا، بس انه هل توقعوا النتيجة تكون هيك؟ وكل حدا هديتي الكتاب او قرأ الكتاب قديش حبوه؟ هلا حبوه الحمد لله، انه هو واقعي يعني معاصر بيشبه الناس قريب منه، بس هلا والكل حبه الحمد لله، وحبز فكرة الكتابة يعني شاف عم يطلع مثلا شيء ضخم على التجربة الأولى. عرفتي كيف؟ انه مثلا يعني كتجربة أولى هو نوع من شيء ممتاز يعني. فهم. نعم هلأ. يعني مريم دائما سرد اي موضوع او اي شخصيه بيطلب مهاره فيها، وخاصه كان عندك تجربه بالتنميه البشريه مثل ما عرفنا، لاي درجه ساعدتك هيدا القصه بانه تقدري تكتبي؟ احيانا الكتابه بدها خيال، ما بتتوقف دائما على الواقع، لا بدها شوي شطحات من الخيال احيانا لنقدر نوصل من خيالنا للواقع اللي بده يتجسد عن طريق اي شخصيه. خلينا نحكي عنها هلا. بالنسبه للتنميه البشريه او السيناريو، مو شرط مثلا انه يكونوا اساس للكتابه، بس انه مثل ما قلتي انه بيساعدوا كتنميه بشريه، بتساعد بالكتابه على وصف الشخصيات، على المعايشة مع الناس أكثر على أرض الواقع، بكتير شغلات. هلا هو الكاتب بشكل أساس هو مفكر، إذا يعني بدك تعتبري مثل الأرض المحروقة. نعم. استصلح حاله لحتى يقدم إنتاج غني ومنوع ومفيد للناس. طبعا هلا مثلا مو اي حدا بيقدر مثلا يكون دكتور، ومو صح. اي حدا بيقدر يكون مثلا مهندس او كاتب أو هلا هي بتجي من طرق التفكير الصحيحه، من الطرق الابداعيه، من توصيل فكرتك للناس عن طريق الكتابه. يمكن اي مشهد بالحياه كهو عبره لك ولا غيرك يمكن لحتى يتعلموا منه. مريم نحن كثير مبسوطين اليوم انه انت حضرتك كنتي معنا، ناطرين روايتين الجداد يكونوا عندنا. هلا ان شاء الله عم حضر لروايه ايام تمضي وصديقي سرطان. هي عن قصه حقيقيه ومؤلمه، وكمان عم حضر لكتاب فلسفي كيفية التواصل، الحياة زائفة لكنها الأفضل. هلا هدول الكتابين هي السنة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب كل التوفيق مريم. ميرسي لك حبيبتي. كل التوفيق لك مريم، ناطرين إن شاء الله هيك آخر إصداراتك، آخر كتبك وأفكارك اللي راح تطرحيها لهون ليا. بتكون حلقتنا وصلت لختامها، كل الشكر لمطعم قصر اللؤلؤ على استضافته لنا خلال شهر رمضان المبارك، أيضا شكر موصولة لعاليا الغبرة مصممة العبايات اللي أيضا كنا لابسينهم بهذا الشهر الفضيل. ما بننسى انه دائما تحيتنا الاولى والدائمه لحراس الامان والسلام ابطالنا بالجيش العربي السوري. صيام مقبول وافطار شهي. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه يا سالي، وانا اكيد بدي اتمنى لهم لكل مشاهدينا بقيه نهار حلو يا رب. استمتعوا بيومكم وخلوا دائما الامل والمحبه هو عنوانكم. باي باي.